مساء الخير على جميع المشاهدين في أول الحلقات من برنامج الحكاية من شيماء. برنامجنا متنوع، هيكون معانا موضوعات وفقرات متميزة عن الطب وعن الفن وعن الموضة. ومعايا في الفقرة النهاردة الفنان الشاب ياسر السالم، نورتنا. اهلا وسهلا بحضرتك استاذ أهلا شيماء، بحضرتك، ومبروك على البرنامج الجديد، وان ربنا شاء الله يخليك تكون يا رب، بدايه خير كده ودايما نجاح كده قناه الصحه والجمال. ربنا يخليك. شرف لي ان حضرتك معايا ربنا يخليك يا النهارده. فندم، شرفتني. كلمنا عن مشوارك الفني، ازاي بدأته؟ والله المشوار الفني حاجه يعني بالصدفه اصلا. انا بدات في المدرسه، كنت تقريبا في ابتدائي، كنت بغني كده مع زمايلي في الفصل بنهزر يعني. لقيت مستر المزيكا، لحد دلوقتي فاكر اسمه يعني، مستر تامر، قال لي زي ما انت بتغني كده كمل كمل. كملت الاغنيه، كانت اغنيه لإيهاب توفيق. قال لي بكره ما خلاص ما تروحش بقى الفصل تاني، تنزل لي على اوضه المزيكا. تمام. وطبعا من يومها بقى من يومها عملت الحفله بتاعت عيد الام، ولقيت طبعا يعني في تفاعل كويس جدا، ومن يومها بقى بدأت أغني. طب ممكن تسمعنا أغنية بقى؟ والله في أغنية كده أنا بحبها جدا من الألبوم بتاعي، ألبوم طبع الحياة، كلمات صديقي طبعا كريم مصطفى وألحاني، ده كان أول لحن ليه. نسمعها مع بعض. اتفضل. في ناس جوه القلوب واجبهم بعدينا، وناس بره القلوب يتمنوا لحظة في قربنا. في ناس جوه القلوب واجبهم بعدينا، وناس بره القلوب يتمنوا لحظة في قربنا. واللي نحبه يا قلبي، واللي نحبه يا قلبي مش موجود جنبنا، مش موجود جنبنا. وغريب طبع الحياة، بندور على اللي نسينا ونجري نغمض عينينا، نصحى نلاقي الحقيقة غايبة عنينا. أوقات نكسر قلوبنا بإيدينا مش قصدينا. الأغاني بقى اللي اتشهرت بيها، والله مش الاغاني اللي اتشهرت بيها، هي كانت الاغنيه اللي خلتني ابدا اكمل الالبوم بتاعي. كانت اغنيه اسمها كدابه، انا ما كنتش ناوي ان انا اكمل الالبوم خالص، كنت بغني الاغاني كلها بتنزل لوحدها. اغنيه كدابه دي بعد ما عملتها وتعرفت على صديقي كريم، هي دي اللي شجعتنا ان احنا نكمل الالبوم. وكدابه كمان ليها يعني معايا قصه كده شويه، انا برضو كان ليا صديقي برضو ناصر عبد الكريم، هي كلماته والحانه، فهي برضو اختيار غريب شويه لان انا كنت عايش الحاله دي. ما عملت فاهمه؟ كام أغنية بقى؟ انا عملت 10 اغاني. طب ممكن 10 اغاني نسمع بقى أغنية كدابة؟ نسمع كدب. لازم اسيبك عشان عرفت عنك حاجات كتير، وإن أكمل يوم معاكي صعب جدا مستحيل. انت كنت بالنسبة لي كل شيء حلو وجميل، واللي عملتي فيا عندي ليه مليون دليل. كدابة كدابة بعيون جميلة تخدع فيا، كدابة 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 وضحكتي عليا. انت خرجتي من حياتي، ما بقاش ليكي في قلبي مكان، وأي حاجة تفكرني بيكي هدوس عليها ومش ندمان. انتي اهيف
من ان اكون عليك يوم زعلان. انت شيء ملهوش تمن، انت قلبي مالوش امان. صوتك حلو قوي، ربنا يخليك. ايه بقى الاغاني اللي لحنتها وغنتها؟ والله الاغاني اللي لحنتها هي طبع الحياه اول اغنيه، ويا ما قلت لك ويمكن يا ما قلت لك دي كمان كانت اول اغنيه عملها كريم معايا. اكتر الاغنيه القريبه لقلبك وهنسمعها برضه؟ والله في اغاني كتير قريبه لقلبي يعني، بس ممكن بقى يعني مش من حاجه من عندي مثلا، ممكن حاجه مثلا فضل شاكر مثلا. اكيد اكيد طبعا. فضل نسمع شاكر انا نسمع. بحبه جدا. ماشي اتفضل. ياللي مفكر نفسك فوق البشر والناس، قادر ويكسر نفسك رب البشر والناس. ياللي مفكر نفسك فوق البشر والناس، قادر ويكسر نفسك رب البشر والناس. مهما كبرت هتكبر لفين واخرك ايه؟ اللي معلم يعلم بكره الزمان عليه. ويا دنيا كفايه خيانه شبعنا من التمثيل، وامان عليكي امانه لو شفتي حد اصيل تقولي له يا عم فارقنا، لا زمانك ولا دنيتنا، ده زمان العايب في السماء والحر ذليل. ويا دنيا كفاية خيانة شبعنا من التمثيل. مشوارك الفني بقى توجه ايه بقى؟ نصيحة؟ والله مش نصيحة يعني، هو دايما الأمل، الأمل لسه موجود. ومناسبة الأمل طبعا يعني أنا لازم، طالما قلت كلمة الأمل، نسرين يسري، أستاذة نسرين يسري طبعا من أكتر الناس اللي سندتني في مشواري الفني، وليها فضل كبير جدا عليا طبعا، وإنسانة كده تخليك تحب الحياة. كل الشكر والتقدير للأستاذة نسرين يسري. طبعا طبعا طبعا. فخلي عندك أمل، لسه في ناس كويسة، لسه في خير، ما تتشائمش، كمل في طريقك وأكيد في يوم من الأيام هتوصل اللي أنت عايزه. كان في تعاون بينك وبين الفنانه بدريه طلبه، ممكن تكلم؟ استاذه بدريه طبعا حبيبه قلبي وحبيبه الكل، انا بقول لها ست الكل. الانسانه دي طبعا برضو، طبعا احنا بنحيي الفنانه بدريه طلبه طبعاً. واحنا في البرنامج طبعا طبعا. واستاذ حمدي الوزير برضو طبعا من الناس اللي كانت بتدعمني كتير. بنحيي الاستاذ حمدي الوزير برضو، الفنان حمدي الوزير. اول ما اتعرفت عليها كانت في المسرحيه بتاعت ريا وسكينه من تاني في اسكندريه، فواحد من الفريق العمل يعني عرضني ان انا اغني معاها في المسرحيه. طبعا الست ما اتاخرتش على طول، قالت لي ان عايزك تطلع معايا النهارده. قلت لها لا مش هينفع، طب احفظ اي حاجه. فمن تاني عرض على طول اشتغلت معاها، كنت بغني في الفقره التانيه، فكان في القصه في بار وسط العساكر الانجليز وكده، انا كنت بغني في بار خواجه يعني، كنت بغني حاجات برضو قديمه كده يعني من الفولكلور يعني. طب ممكن تسمعنا حاجه؟ يا ملتقى الصحبة يا لالالي، يا ورد في الصحبة يا لالالي، يا ملتقى الصحبة يا لالالي، يا ورد في الصحبة يا لالالي، منورين في القعدة تملي، يا صحبة جية ايه يا لالالي، عايزين شوية ايه يا لالالي، حبة قطع العيني على ليلي على ترالالي. في اغاني واحنا صغيرين بتاثر فينا، في اغاني في الوقت الحالي مأثرة فيك؟ انا بحب ورده جدا. خلاص طبعاً بقى، ورده يعني فنانه مختلفه فعلا، ربنا يرحمها. طبعا ربنا يرحمها. هغني ايه لورده؟ اكدب عليك، اكدب عليك، اكدب عليك، اكدب عليك،
اكدب عليك انا اكدب عليك اكدب عليك اكدب عليك اكدب عليك لو قلت بحبك لسه اكدب عليك واكدب عليك لو قلت نسيتك همسى اكدب عليك امال انا ايه قول لي انت انا ايه واختار لي بر وانا ارسى لي امال انا ايه قول لي انت انا ايه واختار لي بر وانا ارسى لي انت حبيبي يعني لسه حبيبي ولا حبيبي عشان كنت حبيبي قول يا حبيبي قول قول يا حبيبي قول قول يا حبيبي قول يا حبيبي قول قول يا حبيبي. الله عليك، أغنية جميلة فعلا والطرب الأصيل ورجعتني للفن الزمن الجميل. طبعا طبعا أحلى أيام، أيام زمان أحلى طبعا. أيام دايما كان حتى كل حاجة كان فيها خير. ينفع بقى تغني تلحن لمغني تاني لمين؟ لمغني تاني بس ما أغني تغنيش حاجة تاني؟ الأغنية، ما يعني أغنيش حضرتك الأغنية؟ تلحن أغنية لمغني تاني؟ لمغني تاني. لا هو ما يعني مش عارف، لا ما مش يعني مش هقدر لازم إن حضرتك تلحن وتغني الأغنية، ممكن اللحن ده ممكن ممكن طبعا ممكن طيب ممكن طبعا، بس يعني يتوفر كلام كويس ومطرب يعني برضو لازم برضو عشان تلحن حاجة لازم تعرف اللي قدامك ده إمكانيات صوته إيه. ممكن اعرف لازم بقى في نبرة حب في صوتك، ممكن نعرف حزن؟ حزن ولا حب لا حزن تفرق؟ حزن حزن لا هو يعني ولا اندماج؟ لا هو انا بحب الاغاني الدراما اكتر، يعني انا دايما بحب الاغاني الدراما، وبعدين مفيش حد مفيش جواه حزن، يعني الحزن موجود والفرح موجود، اكيد طبعا، بس يعني ما والحياة ما بتقفش. طبعا ما بتقفش طبعا ما بتقفش، وحتى الحزن ما يستاهلش لحظة ان احنا نفكر فيه، ما ناخدش وقت من البرنامج حتى ان احنا نفكر فيه. طبعا عايزين بقى اغنية كده مفرحة. أغنية مفرحة؟ طيب ممكن كنت بغني أغنية اسمها البيت من بابه، برضو من الأغاني اللي بحبها جدا. ما بقاش انا عندي حاجة انا وسع البنات، من جوه حياتي واحدة عوضتني على اللي فات، ودخلت البيت من بابه لما قلبي وعيني دابوا، لو عن عيونها غابوا تحصل أزمات، كل الجمال واخدة لحسابها، صورتها عن عيني ما بتروح، صعب حد في يوم يكسبها، في الحنان وحلاوة الروح، كل الجمال واخدة لحسابها، صورتها عن عيني ما بتروح، صعب حد في يوم يكسبها، في الحنان وحلاوة الروح. ما بقاش انا عندي حاجة ان ابص على البنات، من جوه حياتي واحدة عوضتني على اللي فات، ودخلت البيت من بابه لما قلبي وعيني دابه، لو عن عيونها غابه تحصل أزمات. الألبوم بقى بتاعك فيه كام أغنية؟ الألبوم فيه 10 أغاني، في 10 هي أغاني هم ال10 أغاني بتوعي نزلتهم في ألبوم اسمه طبع الحياة. كلمات بقى مين؟ وألحان طبعا حضرتك؟ مش كل الألبوم، مش كل الألبوم، في أغاني أغاني معينة حضرتك في أغاني ملحنها؟ أنا ملحن أغنيتين، والباقي في صديقي طبعا ناصر عبد الكريم، وتوزيع صلاح مختار طبعا، في اغاني حوالي 4 اغاني صلاح مختار توزيع، ومحمد يحيى، استاذ محمد يحيى توزيع، في يعني لا هو عمل شامل، هتلاقي فيه افراد كتيره يعني مش طب مين بقى اللي دعمك في مشوارك الفني؟ والله يعني اكتر حد دايما لو حاجه تقولي مثلا في البيت، احنا بره مثلا استاذ نسرين زي ما قلت لحضرتك، واستاذ بدريه، واستاذ حمدي، الناس دي طبعا. لو هنتكلم برضو وليا اصدقائي، طبعا ليا اصدقائي عبد الرحمن واحمد الغرباوي، دول برضو كانوا دايما بيبقوا معايا سبورت على طول في اي حركه في اي مكان بيتواجدوا معايا، فكرة ووالدي طبعا، والدي طبعا كل الشكر والتقدير لوالدك. والدي تعب معايا جدا. فكرة بقى التمثيل بعيد عن حضرتك ولا لسه بتفكر فيها ولا مأجلها شوية؟ لا والله بفكر فيها بفكر فيها، يعني
المسرح لما طلعت عليه الرهبة خلاص اتكسرت. بعدين كمان كنت طالع مع أساتذة كبيرة يعني، أستاذة بدرية وأستاذ انتصار أستاذ حمدي أستاذ رضا إدريس، الناس اكتر دي كلها كنت موجود معاها المسرح، فما فيش رهبة عادي، ممكن أمثل عادي جدا. اكتر بقى فيلم نفسك تعمله مع حد مشهور او مسلسل يعني؟ أكتر مسلسل لو أتواجد مع مين يعني، ولا فيلم كان نفسي أمثله؟ مين اللي كان نفسك تمثل معاه، او نفسي أمثل فيلم معاه او مسلسل؟ والله أستاذ عادل إمام طبعا، يا رب هو كل حلم الشكر بعيد طبعا، والتقدير بس يعني للفنان عادل امام الزعيم طبعا، مفيش حد الزعيم. أي حد يتمنى هو تمثيله كمان يروح مع حلو. حد أي حاجة، أي حاجة طبعا، ده الزعيم. طبعا. نسمع بقى منك أغنية ونختم بيها الفقرة. نختم الفقرة؟ لا، نسمع أغنية ونختم بعد كده الفقرة. تمام، نسمع أغنية ونختم الفقرة. طيب نسمع إيه؟ ممكن حاجة قديمة مثلا؟ أم كلثوم مثلا؟ أغنية بقى المغنية لمغني انت بتحب تغني. واسأل عن اللي قضي الليل بين الأمل وبين الذكرى، يصبر القلب المشغول ويقول له نتقابل بكرة، وبكرة يفوت وبعده يفوت ولا كلمة ولا مرسال، وهو أنا عمري فيه كام يوم وأنا بعدك عليا طالي، أنا سنين وأنت على بالي وخيالك ميفارق عيني، ريحني واعطف على حالي وارحمني من كتر ظنوني، ناسيني وانت على بالي وخيالك ميفارق عيني، ريحني واعطف على حالي وارحمني من كتر ظنوني، لا علي بيه وهنوم ولا بخطر على بالك يوم، لا علي بيه وهنوم ولا بخطر على بالك يوم تسأل عني، يا مسهرني. الله، صوتك جميل قوي قوي، وشرف ليا ان حضرتك معايا النهارده في البرنامج في ربنا اولى يخليك، حلقاتي، واتمنى بقى ان شاء الله في الحلقات اللي باقيه تبقى معايا ان شاء الله. ان شاء الله بإذن الله، والف مبروك على البرنامج الجديد ده كده، ورب تكون بداية خير يا رب ان شاء يا الله. رب. عندك حضرتك كلمه اخيره تقولها في لا ختام اللقاء؟ بشكر طبعا إدارة قناة الصحة والجمال، وببارك لها على البرنامج الجديد، وان شاء الله بالتوفيق كده والنجاح دايما ان شاء ان الله. شاء الله باذن ان شاء الله. الله سعدت بلقاء حضرتك. احنا لا سعد فندم، ربنا فاصل وهنرجع لكم تاني.